خويا صراحة كيفاش تراضي الزوجة ديالك تكون زعفانة منك؟ نسبة نوع الخطأ، إذا كان خطأ أقراب ليلتمس أنه دومونديها وتبوس لها على راسها وتقولها سمحي لي ويا باد بروبليم، وان بتي كادو وان بتي جاست، تخرجها تعشى برا، تخرجها تفطر كدا، هدية صغيرة كدا على حساب الحالة. ومالغري تو كيما نقولوا حنا نولوا لدينا في هذا الامر، نولوا لدينا. الزوجه هي كيما نقولوا النصف تاع الرجل، الور الفو الزوجه تسمح شويه من حقها والراجل يسمح شويه من حقه باش يقدروا يتعايشوا زعما نقولوا قدر ربي 70 سنه من هنايا واحد يساعف الاخر كيما نقولوا تمشي الامور على مجراها. بصح اذا المراه كانت كيما نقولوا هذوك غضبانات، تنوض غضبانه ترقد غضبانه، الراجل راح يتعب شحال يعيا يردي فيها، والمجتمع برا ما يرحمش. سيده وخدام من 8 ل 4 يجي عيان، لازم المراه ثاني تحسن عون الراجل، والراجل ثاني انسان لازم ما يكونش حقار وما يكونش يظلم. تردي زوجة تاعك يعني بالهدايا، شري لها هديه يعني للهدايا اللي تحبهم هي، وكذلك تهضر معها بكلمات رومانسيه. كيما نقولوا صادي بون زوجه ديالي تكون واش تحب، الور العبسه اللي تحبها نجيبها لها باش نردوها. هذا ما كان نشري لها نونورس، نشري لها نونورس ولا نشري لها كيما نقولوا شيكولا كاش عبسه هكذايا، ونسى كيما نقولوا يتبلعطوا ساهلين. انت مداري كدير لها هكا تنحلها زعف تولي راضيه عليك، هي لازم كيما نقولوا ثاني شويه حنانه، الحنان منها كلمه طيبه اللي قال باقا تشري لها كاش عبسه نسى يحبوا الذهب، ولما لا تخدعها بكاش خاتم تاع الذهب. لا بلي باردي دو ما راضيهاش انا اخو، ولا غلطت هي ولا غلطت انايا، انا راضيها باش نراضيها، مانيش عاب شويه كلام حلو وخلاص. هذا ما كان كي ما تراضيهاش انتيا، ما تبقاش زعفانه، ما تبقاش زعفانه، زعفنا نهار يومين وبعد يروح لها الزعف، ولا كانت غلطه بلا مزيته يروح عليها الزعف، ولا كنت انت غلط راضيها شويه، راضيها شويه شويه كلام حلو. الزوجه يا اخو باش تراضيها يا اخو بون هي لازم تسعفها بيان سور، راك فاهم، تجيب لها عفايس، تعطي لها كلام شباب، تسايسها، راك تعرف المراه فيها شويه. انت شخصيا كيفاش تردي الزوجه ديالك كي تكون زعفانه منك؟ والله يا اخي الكريم بالنسبه لي انايا نقدر نقول لك مثلا نهار هذاك ولا غدوه من ذاك نخرجوا نتعشاو مثلا برا، فهمتني؟ ولا مثلا نجيب لها هكا عفسه اللي على بالي باللي هي تحبها هكا، فهمتني؟ تسمى هذه مداري كدير هكا، مداري تولي راضيه عليك تنحلها زعاف. اكيد تقدر تشري لها ذهب، كل ما تزعف عليك تشري لها ذهب تقدر. لا ما نقدرش نشري لها الذهب، نشري لها بلاكيور، نشري لها بلاكيور نرديها به اون اتوندون يفتح ربي ندوروها ذهب هكذا. واذا ما كاش كاع يعطيك فضه، المهم كيما نقولوا واش يقول لك الحجره من عند الحبيب تفاحه. كيفاش تراضيها هي كي تكون زعفانه منك؟ بالك ان اكسكيوز امو، بالك تجي تبوس لها على راسها، بالك في طريق نشري ورده ونطلب منها السماح، سي سام، بالك نشري لها عفسه تحبها، قال زعما عشا، قال غوبا، قال ما على باليش شنو هكذا ماكله بريفيريها ولا شوكولا ولا مداري كدير هكا تنحلها زعف تولي راضيه عليك. تنقص شويه، سي تان جيستيون دو ستريس مع سموها احنا جبر الخواطر، تجبر بخاطرها اي حاجه من حاجة، وهي تعتبر زوجه شريكه الحياه. صافي دي غطي كيما نقولوا تطيع ولا تطلع ولا تنزل، تقعد توجور تولي سو كونترول المام، سي صح هذه هي. انت مداري كي تدير لها هكا لي جاست هذو، مداري تولي راضيه عليك تنحلها زعف؟ اي تنحلها الزعف يعني عادي، تزعف في هذيك اللحظه ومن بعد صاي يعني. الزوجه ماهيش زوجه كيما نقولوا يعني هنايا بالدرجه تاعنا حقوديه حاقده يعني، باش تزعف هذيك اللحظه ومن بعد خلاص، ومن بعد تنسى هذاك الخلاف اللي بيناتنا يعني. ما انت ماشي من النوع هذاك اللي كيتزعف منه الزوجه ديالو يشري لها هدايا يدي يخرجها برا باش تولي راضيه عليه. اوا لا 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 لا، خاص كون توالف هكا تولي تخرج تراضيها هكذا تولي كل يوم تزعف حبيبي. فيهاش ما فيهاش خويا العزيز. بيان سير هي كشغل مع الوقت، راك فاهم، هي يلزم لها وقت. كيما كاينه واحد الرول تاع 24 يلزم لك البروبليم عندك ما يلزمش يجوز 24 باش يلزم تراضيها قبل 24، لو كان يديباسي ومن بعد هذاك المشكل يبقى يدور ما بين الزوجين. الور هذه هي يا اخو، يلزمك تعافها وتعفك، وهذه الحياه الزوجيه ماشي قال سهله ولا
كيفاش دير باش ترضي الزوجه ديالك كي تكون زعفانه منك؟ بون تو دابور لازم تصبر ما تقلقش، تجوز الوقت هذاك تما الزعاف يروح، ومن بعدك تخرجوا كيف كيف، ولا تشري لها امتي كادو، ولا تفرحها بحاجه. هي الهضره لازم تكون لسان حلو. انت يعني مضاري ديرها كما الزوجه ديالك؟ لا ماجوريتي هذيك هي لسان حلو، تما تعاود تسقمها بلسان حلو.